هو نبدأ بالترحم على الشهداء الذين سقطوا في بلادنا. نعم. هؤلاء الشباب. نعم والله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته. إن لله. وأن يغفر لهم. آمين. ويرحمهم. آمين. وأن يصيب أهليهم ويرزقهم الصبر والسلوان. يا الله يا رب. آمين يا رب. هؤلاء الذين سببوا هذه المأساة وكل من يعينهم من الداخل والخارج أن ينتقم منه إن شاء الله في أسرع الأوقات ليكونوا عبرة، إنه قادر على ذلك. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.